بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بحضراتكم. ان شاء الله معانا عربيه قشقاي، نيو قشقاي تيربو 1200. العميل بيشتكي من ان مؤشر الحراره بيتحرك معاه وبيلعب مش مظبوط، بس ما بيوصلش للاحمر ان شاء الله يعني. وغير ان لمبه الاعطال تبقى قايده معاه. طبعا اول حاجه عملنا تشيك بالجهاز، لقينا الجهاز مسجل معانا قوعه ثرموستات. طبعا احنا عندنا نوعين من قوعه الثرموستات، عندنا الاصلي وعندنا الهاي كوبي فرنساوي، حاجه نظيفه جدا وحاجه محترمه جدا بسعر كويس. طبعا تعرفين قطعه الغيار اليومين دول غليت، فالفرنساوي شغاله كويس جدا، بس الراجل ده محترم محترم وكويس، فقال لك لا انا عاوز اصلي بس، والراجل ما بيتكلمش غير الاصلي. الفرنساوي بتاعنا برضو حاجه محترمه ان شاء الله. طب احنا معانا دلوقتي الثرموستات مسجله اهوت، هنبدا بقى قبل ما نشتغل هنبص على المراوح نتشيك عليها علشان نطمن ان مفيش مشكله تانية تخص كهربه دوره التبريد. بنخش نتشيك على المروحه. دكتور عصام الرومي، دكتور حسن سليمان. هندي امر للكنترول دلوقتي، هندي امر للكنترول نشغل المروحه المنخفضه نشوفها شغاله ولا لا. مروحه شغاله، مروحه بتلف اهوت، هنديها امر بالمروحه بالعالي. هنا انتوا شايفين السرعه عادي والصوت عالي، فطبعا احنا كده اطمننا ان هي شغاله على الايه معايا على السرعتين. طبعا ادي اللو وادي الهاي، فده شغلنا بنحاول نشتغله مظبوط بحيث ان احنا لما نفك ما نرجعش تاني لمشكله تانية باذن الله. قوعه الثرموستات طبعا موجوده في الجزء اللي تحت المانيفولد، وبنتشيك برضو احنا فاتحين الحوض بتاع الموتور، بنبص بقى اذا كان في تسريبات زيت، لان العربيه ديت بتجيب معانا جوانات مانيفولد كتير وجوانات كولر وهكذا يعني. هنرفعها على الكوريك برضو هنصورها من تحت، مفيش حاجه هنا في غطا التكهات، هنا مظبوطه جوان المانيفولد. لسه بقى لما نرفع العربيه نبقى نوريكم الدنيا ماشيه ازاي، وهنجيب لكم برضو اثناء الشغل لقطات من الشغل بتاعنا واحنا شغالين. فك المانيفولد سريع كده، وهنحاول بعدها نوريكم منظر الكوعة اللي مسجله كارنت على الجهاز ايه. بفضل الله فكينا المانيفولد خلاص. هنبقى طبعا واحنا شغالين بنتشيك على كل حاجه، هنتشيك مع بعض دلوقتي على جوانات المانيفولد حالها مش كويس، طبعا ناشف بسبب الحراره. طبعا عارفين ان عربيات التربو دي كلها بيبقى فيها اوفر هيتنج، ونطلع ادي من بره في زيت ومن تحت مغرق ازاي. تمام، ده بيخرج، ده بقى البوابه. طبعا كل ده هينضف وهنبرمجها بعد الايه، اي جزء في القشقاي بيتفك احنا بنبرمجه علشان كل حاجه ترجع للرسيد بتاعها مظبوط. نروح بقى نشوف بقى الوضع ماشي ازاي تحت المانيفولد كان عامل ازاي. زي ما انت شايفين كده الحال سيء جدا، ادي الزيت اللي خارج من الخارج نتيجه ان الجوانات ناشفه نتيجه الاوفر هيتنج اللي هي فيها. هنبدا بقى ان شاء الله هنشوف ادي قوعه الثرموستات اللي ماسكه اللوسته فات. تمام، طبعا ان شاء الله هنفك وهنوريكم الحاله بتاعتها ايه. الحمد لله مسجلين القوعه، ادي منظر القوعه عامل ازاي، في جزء ضار جوه، ده كده الجزء الميكانيكي بتاعها ضايع ومقصر برضه على الحساس ونخليه الست بتاعته تظهر. تمام، طبعا دي الاصليه بتاعت العربيه. طبعا منظرها هنوريكم احنا الاصليه الجديده عامله ازاي، هجيبها لكم حالا. دي الجديده، ادي الحاله بتاعتها، دي الجديده اصلي نعرف ناقص ازاي من العلامه دي. تمام، وفي نفس الوقت ان اللون بتاع الفيشه برضه اللي الناس النهارده ناس لون الكيس بتاعها، وده الكيس بتاعها، ده الكيس الاصلي، ده الكيس الاصلي، وده البي اي بتاع المصنع اللي عامل ايه اللي عامل القطع. هبقى اقول لكم برضه الاصلي عامل ازاي، ولكن تخيل انها في صين في طوكيو في فرنسا وهكذا. تمام، هنضغط طبعا كل ده ان شاء الله. احنا كده طبعا بنتابع الحراره بتاعتنا، المفروض ده الوضع الطبيعي بتاع الحراره بتاعتنا لحد ما توصل ل 100 110. معانا على الجهاز اريا معانا لحد 74، هي ده وضعها لحد ال 100 110، ده مسموح لها. لما بيكون الموضوع زياده عن الحد
يبدأ المؤشر يتحرك. المحرك ده المؤشر ده وضعه الطبيعي على طول. يعني هنزود دلوقتي، تبص على الجهاز وصلت ل100، وصلت ل200 على الجهاز، المفروض ان ده وضعه. بس احنا متفقين هنا لحد درجه غليان، يبقى لحد درجه الغليان 100 درجه. بص معانا احنا بقى 75. طبعا في حاجات في الفيديو احنا مسرعينها علشان نحافظ على الوقت، مش هنجي، وفي حاجات قاطعينها برضه عشان الوقت بتاع الفيديو ما يبقاش طويل عليه.